اتفضل يا مسيو هشام. لا شكرا يا استاذة روي، فطرت في البيت. بس دي مربى انا عاملاها بايديا. لا اصلا انا ما بحبش المربى اصلا، بتلزق. امال بتحب مين؟ نعم قصدي يعني في معايا جبنه رومي وجبنه بيضة. لا متشكر، بالهنا والشفا، عامل دايت. شكرا يا استاذة روي. مسيو هشام احنا بقالنا كذا سنه زملاء وانت مش عايز ترفع التكاليف. نفسي تقول لي راويه كده حاف من غير استاذه. استاذ راويه احنا بنشتغل ايه مع بعض؟ مدرسين مش كده؟ وفي مدرسه. فمن الطبيعي يا استاذه راويه بما انك مدرسه يا استاذه راويه ان انا اقول لك يا استاذه راويه. ولا ايه يا استاذه راويه؟ بعد اذنك. يا ريت يبقى من بختك ونصيبك يا استاذه راويه.